وللمزيد مشاهدينا حول فعاليات المنتدى منتدى مصر للتعدين في يومه الأخير يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية إليك. تحياتي لكم ولكل متابعينا في متابعة لختام فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية. هذا المنتدى الذي اختتم بعدد من الفعاليات والنقاشات والجلسات النقاشية المتنوعة بحضور أكثر من 200 مشارك من رواد وقادة صناعة التعدين. لنا أن نرحب بمعالي الوزير المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. معالي الوزير، برحب بك في ختام هذه الفعاليات والجلسات النقاشية، حضور كبير، وأيضا حدثنا عن هل هناك العديد من الشراكات وأيضا المزايدات الكبيرة حول البحث والتنقيب في مجال التعدين. شكرا جزيلا. الحقيقة احنا سعداء جدا. اليومين اللي فاتوا دول كان عندنا منتدى مهم للتعدين، والحقيقة ان احنا يعني ابتدينا حاجة صغيرة، لكن شفنا انه الاستجابة ورد الفعل كان كبير، والحقيقة لقينا حضور كبير جدا من الخارج، سواء من الدول الأوروبية أو كندا أو أستراليا، والحقيقة إن احنا كمان وجدنا مشاركات من أفريقيا، وبالإضافة لذلك طبعا من دولنا الشقيقة العربية والخليجية وأفريقيا. فالحقيقة يعني كان معنا وزراء على كل المستويات، معالي الوزير السعودي ومجموعة من الوزراء من أفريقيا، وفي نفس الوقت تمثيل كبير من بعض الدول التي أرسلت وفود برئاسة نواب الوزراء زي الأردن وزي غانا وزي غينيا الاستوائية وغيرها، بخلاف الوزراء زي ما قلنا الأفارقة مع الوزير السعودي. طبعا ده من احنا، لكن الأهم من كده ان احنا الحقيقة ان شركات التعدين العالمية كانت موجودة بكثافة، وموجودة الحقيقة برغبة منها، سواء كانت اللي اوريدي موجودة معانا وبتستثمر او التي ترغب في الاستثمار، وبالتالي بتدرس الموقف وبتشوف ايه القوانين الجديدة، ايه عناصر التحفيز اللي موجودة، ايه الحوافز اللي بتقدمها الدولة، ايه البنية التحتية المتوفرة، وخصوصا في صناعة التعدين، لان التعدين من اهم عوامل النجاح ان انت تكون عندك بنية اساسية مهمة زي الطرق، زي المواني، زي المطارات، زي الاتصالات، زي الطاقة، ودي كلها عناصر أساسية لنجاح التعدين. طبعا هذه الشركات الحقيقة كان لها مشاركات، وسواء في الدوائر المستديرة أو في حلقات النقاشية، وكمان في المعرض المصاحب. المعرض المصاحب الحقيقة احنا لما نيجي نتكلم على شركات تهتم بموضوع البحث والاستكشاف، ده كلام مهم جدا. احنا بالنسبة لنا دلوقتي في التعدين، احنا ربطنا دلوقتي التعدين ب الصناعة، من حيث انه احنا بنحاول نشتغل على صناعة القيمة المضافة. يبقى انا النهاردة عندي معدن او مادة خام مش عايز اصدرها زي ما هي كده خام، لا، احنا عايزين ندخل عليها صناعات اولية. مش لازم اوصل لكل سلسلة القيمة اذا قدرت، كان بها اذا كانت التكنولوجيا هتبقى معقدة او كانت الاستثمارات هتبقى كبيرة، هنكتفي بمرحلة أولية أو مرحلتين أوليتين، بحيث نحن نضفي قيمة مضافة تعود بالفائدة على الاقتصاد القومي. مهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشكرك على التواجد معنا يا فندم. أهلا وسهلا. شكرا. شكرا. كما تابعنا هذا اللقاء مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تحدثنا عن نقاط كثيرة خاصة بمنتدى مصر للتعدين، وهو أيضا في نسخته الثانية، ويأتي أهمية هذا المنتدى كونه على الأجندة الدولية الخاصة بصناعة التعدين، وأيضا بحضور كبير لأكثر من 200 مشارك ومن رواد وقادة صناعة التعدين حول العالم. ويأتي هذا المنتدى بشعار كبير نحو أكثر من 120 من الاكتشافات الجيولوجية من أجل المستقبل المستدام، وأيضا حول وجود وأيضا اكتشافات خالية من الكربون. هذا المنتدى الذي يأتي ليؤكد على المساهمات وعلى الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية في هذه الصناعة، بتوفير كافة المعدات، بتوفير كافة الإمكانات لكل رواد وصناع صناعة التعدين، وأيضا القادة في هذه
الصناعه المختلفه، وتحدثنا ايضا عن المعرض الذي يقام على هامش ومصاحب لهذا المنتدى بحضور اكثر من 50 شركه في هذا المجال، سواء ادوات التعدين او هذه الصناعه. لو تحدثنا ايضا عن مشاركه واسعه من خلال الجلسات النقاشيه لدول كثيره وامضاء وايضا عقد الكثير من مذكرات التفاهم بين مصر وعدد من الدول الاخرى في هذه الصناعه، وتاتي على راسها دوله المملكه العربيه السعوديه الشقيقه في توقيع اكثر من مذكره تفاهم في هذا المجال. هذا هو ختام لفعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 وبعنوان كبير اكثر من 120 من الاكتشافات الجيولوجية، 120 عام من هذه الاكتشافات وهذه الصناعة التي تولي مصر لها أهمية واسعة وكبيرة. عودة إليكم مرة أخرى.